حسين يا ويلي يا ويلي يجينا الحسين ابا عبد الله ذني بالفراش، فوالله لقد زينت الحياه، اريد ان اعتد بعدتي واخذ بثاري من اهل القام. التفت الحسين الى ابو فاضل، انت عمد خيمنا ابو فاضل، انت عزام ضاري، اذا مضيت يا اول امرنا للشتات وعمارتي للخراب. ارجع ارجع يا ابو فاضل. ويرجع ابو فاضل يقعد في الخيمه وحيد، فريق ماكو احد الا لكن لما كان من امر ابي الفاضل النسوان قاموا يتصارخون وصارت ضجه عندهم، واذا الرباب شايله الطفل الرضيع وخلت لنا بحجرها. ادعوا ادعوا كلنا الان دموعك اذا تدري، ادعوا كل واحد ما عنده ذريه الله يعطيه ان شاء الله الذريه الصالحه. يا اخي لما هرجت الرباب والقت بالرضيع في حجر سكين، خذ يا خوش يا سكين وديه يا زينب، قول ما اقدر اموش ويموت طفلي واشوفك عيني. وحسين وحسين اجت سكينه اخذت الرضيع، اقبلت بي الى زينب، عم زينب يموت المشرعة، وإذا يشوف الأنوف على المشرعة أبو غاضب.
قاتلهم قتالا عنيفا ازاحهم. قالوا له يا عباس اذا اردت الماء اشرب انت فقط، بس ما تحمل الماء الى الحسين واولاد الحسين، خليه يموت بالعطش. فأنا عن المشرحة ونزل ابو فاضل جنابك الى المشرحة يملئ القربة. يا اخي الله اكبر يا ابو فاضل. واذا بي ينادي يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنوني، وتشربي رمى الماء من كفي أبو فاضل وقد ملأ القرب، فخرج بأبي وأمي فأحدق به القوم، فأخذ يقاتلهم حتى يحافظ على القرب. يا أخي ورجع إلى المخيمات أبو الفضل القرب، سألنا هل الحمل الأولى يا أبو فاضل؟ لكن أقدر أقول لك هناك مصيبة صارت في الحمل الأولى. جاء أبو الفضل أنزل القرب فتداكى الأطفال على تلك القربة، 300 طفل وطفلة يا أخي اجتمعوا على القربة فأريق ماؤها. يقول بعضهم رأينا النساء والأطفال ينضجعن على التراب البارد. عطاشة عطاشة شوية طلعت سقينا شايل الرضيع بيدي وأمي على صدرها وهي تنادي من خيمة الخيمة سكان تدور الماء وتنادي والله يا عم ذايب حشاء. وين وين الرضيع خليه يشرب الماء يا سكينة؟ جاءت سكينة وإذا أبو فاضل ينظر إلى الجود وقد أريق ما صرخ السكينة وعطشا. ثم سمع العباس هذه الصراخ فأخذ القربة واعتلى على صاوة الجواد، هذا يعني الحمل الثانية، شيرها مرادين. فنزل العباس إلى المعركة، قلب الميمنة ميسرة حتى القمر هاشم على جيش الحدوصة، رمح المنية وصار ما بتار لاجة مثل السلاسل من حدر تسمع الخباب يا ابي وامي، وتنظر الى الحسين وهو ينادي ان يبنى والديه. شوي واذا اللواء قد مال، شوي ما اللواء ابو فاضل. صرخت زينب واخاه، قال لا يا زينب لم يصب ابو الفضل، ولكن اجتمع القوم عليه. نزل الحسين الى المعركه، صرخ صرخ الحسين يا ابن والدي اسلم ظهرك بين ظهري، الشمس اللطوله وقمرها الشمس
الأمي ويا أبو الفضل استقبلته زينب بأبي وأمي. هذه الحملة الثانية. أما الحملة الثالثة يقول حميد: نظرنا إلى النساء وقد خرجنا من الخيام. لكن أقدر أقول لك زينب ليه متقدم الركبة الهاشمية. شايف وين صارت؟ وين صارت في العباس؟ ثم اخذ السيف بشماله. شيع عمرانين بينما العباس يقاتل القوم، واذا برز اليه شقي ضربه بالسيف على شماله. وصار العباس بريق فوف ما عنده، اخذ اللواء الى صدره. لكن يريد وش يودي الخبر الى واحده هناك في الخيام. خلاص يعني رايح ينكسر ظهر الحسين بأبي وأمي. خلاص قربنا إلى المصرع، برس حاجتك واطلب منكم طلب يا أخي واحد بس هذا الطلب. إذا سقط أبو فاضل لحد يعد، لحد يقعد يقوم يقوم يوقف يقول ترى الحسين قام واقف على باب الغيام وهو ينادي وقلة ناصا. شيعة موالين العباس انحنى على ثم انحنى الى الارض ها فرفع شيء وقبضه الله.
حسين يصير حسين في أبي وأمي. وإذا يشوف النوايا جانب سيفنا جانب القربة مخرقة والعباس خور في دمه. وقف وقف الحسين يشيل عال شيل شنو يشيل الحسين. خلى كل المصائب كل المصائب خلها إلا شغلة واحدة راح ليها الحسين. شاف السهم ناشر بعالم أبو فاضل شاف السهم هناها السهم ناشر بعالم أبو فاضل. وإذا بالعباس ينادي أيها الفارس انعزمت على قتله فانتظر حتى يأتي أخي الحسين. صرخ الحسين على أخيه. اسمع اسمع حجاية عند حجاية عند الحسين ويا السهم هذا اللي يريد يريد شيء السهم عداك يتمل. يا حبيبي يا شو يا سعد احنا جايين عزاء
شاء الله ساق العطاشه عليك يا ابي الفضل العباس فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات سيما من سالون الدعاء لحوائجهم وشاف مرضاهم رد غربائهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في اهلهم ومن يلوذ بهم اللهم احفظ زوار الحسين وردهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك يا ارحم الراحمين والى اموات المؤسسين واموات الحاضرين ومن مات على الايمان للجميع نهدي الفاتحه مع الصلوات.